لو نلاحظ يا شباب ان لابلاس لكل اللي عدى كان لدالة واحدة، انا عايزة اجيب لابلاس للدالتين، وعندي نظريتين بيجيبوا لابلاس لحاصل ضرب دالتين. اول نظرية اسمها ذا فيرست شيفت ثيرم، او النظرية الانتقالية الاولى، بتقول لابلاس لاي حاجة في الاي لازم تكون الاي موجودة، بيساوي لابلاس للدالة لوحديها بمقدار الشيفت بتاع الاس. تاني، لابلاس لاي في التي اهي، هاخد دي عشان اجيب لها لابلاس لوحديها، فاكتوريال 4 على اس زود الباور عليه 1 يبقى اس اس 5. هعمل شيفت بمقدار 3، يعني هشيل كل اس واحط اس ناقص 3، يبقى فاكتوريال 4 ده ثابت على اس ناقص 3 لكل اس 5. حلو جدا. تعال نجيب لابلاس للاي في الكوزين، هات الكوزين لوحديها هات لها لابلاس، اس على اس تربيع زائد مربع الحاج، يبقى لابلاس لاي فيها، شيل كل اس وحط اس ناقص 6، يبقى دي اس ناقص 6 على اس ناقص 6 لكل تربيع زائد 9. طب حلو، تعالى نجيب لابلاس للاي في الساين، لابلاس للساين لوحديها الحاجه على مربع على اس تربيع زائد مربعها، تعالى نجيب لابلاس للاي، هشيل كل اس واحط اس ناقص ناقص 2 يبقى اس زائد 2، يبقى 4 على اس زائد 2 لكل تربيع زائد 16. طب انا عايزه ارجع في النظريات الانتقاليه اللي هتيجي كلها، برجع بلغي الشيفت الاول، برجع بلغي الشيفت الاول، هلغي الشيفت ده. حلو جدا. لو لغيت الشيفت ده فاكتوريال 4 على اس اس 5 دي بتاعت مين؟ دي لابلاس للتي اس 4، واحط الكوز بيساوي صفر يدي الشيفت. تاني، الغي الشيفت ده، اس على اس تربيع زائد 9 دي فاكتوريال الكوزين، حط الكوز بيساوي صفر تدي اس بيساوي 6 يبقى ايه اس 6 تي. الغي الشيفت ده، 4 على اس تربيع زائد 16. حلو كده. لابلاس لمين ده؟ للساين، حط الكوز بيساوي صفر، اس زائد 2 بيساوي صفر تدي اي اس سالب 2 تي. اتفقنا كده يا شباب؟ تعالوا نشوف شويه امثله بقى بالشيفت واحنا رايحين وراجعين. شيل الشيفت ده، انا عايز اجيب انفرس لابلاس ده، اس على اس تربيع زائد 4 دي لابلاس للكوزين، حط الشيفت، اس ناقص 1 بيساوي صفر تدي اس بيساوي 1، يبقى كوزين في اي اس 1 اهي في تي. حلو، كمل، شيل تي، 1 على اس اس 4، انفرس لابلاس 1 على اس اس 4، انفرس لابلاس 1 على اس اس 4 اللي هي مين؟ حلو جدا، 1 على اس اس 4 دي اللي هي تي اس 3 على فاكتوريال 3، حط الشيفت يبقى اس ناقص 6 بيساوي 0 تدي اس بيساوي 6، يبقى دي زي ما هي في اي اس 6. اتفقنا كده؟ يبقى انا هنا عباره عن اي في اي حاجه، لو انا هعكس وارجع انفرس لابلاس يبقى اس ناقص حاجه دايما متشفته على بعضيها. طب تعالى نشوف النظريه الانتقاليه الثانيه عشان ناخد امثله عليها متنوعه وتميز لي دي لمين ودي لمين. السكند شيفت ثيوري، النظريه الانتقاليه الثانيه، معتمده على داله اسمها هيفي سايد فانكشن او يونت ستيب فانكشن اتش دي، يا صفر يا واحد. حلو، ما بتاخدش قيمه غير كده، تعالى نجيب لها لابلاس كده. طب ما هو التكامل من صفر لحد انفينيتي، يعني من صفر لحد ايه ومن ايه لحد انفينيتي؟ من صفر لحد ايه قيمه الداله بصفر، فدي طارت. من ايه لحد انفينيتي قيمه الداله بواحد، يبقى الداله الاسيه بالداله الاسيه على تفاضل الاس، تطلع هو ده لابلاس للهيفي سايد فانكشن. طب انا بقى عايزه اضرب الهيفي سايد فانكشن في اي حاجه واجيب لها لابلاس وارجعه كمان. تعالى بقى، لابلاس للاتش في اي حاجه بيساوي اي اس سالب اي اس في الاف اوف اس، يعني انت معناها واخد دي جايب لها لابلاس من غير الشيفت لوحديها وعملت لها شيفت بمقدار السالب ايه، يعني ايه؟ يعني الاتش مركونه شويه، تعالى نجيب لابلاس لدي من غير شيفت، يبقى انا هجيب لابلاس للتي تكعيب اللي هي من فاكتوريال 3 على اس اس 4، دي كده بنزلها زي ما هي، اعمل بقى شيفت، الشيفت خد الخمسه دي زي ما هي يبقى سالب 5 اي اس سالب 5 اس. طب تعالى نجيب لابلاس للهيفي سايد فانكشن في الساين، هاخد الساين من غير الشيفت واجيب لها لابلاس. حلو، تعالى نحط لها دي، دي بتنزل زي ما هي اي اس سالب 3 اس. طيب تعالى نجيب انفرس لابلاس لاس على اس تربيع زائد 1 في اي، اس على اس تربيع زائد 1 في اي، كده انت هترجعي. طب بترجعي ازاي؟ بقرا الداله دي لوحديها، هي دي بالكوزين، هات الشيفت يبقى دي كوزين في اتش، هعمل شيفت بمقدار كام؟ سالب 5، يبقى دي كوزين تي ناقص 5 في اتش تي ناقص 5، زي ما في شيفت هنا في شيفت هنا وعكس، زي ما في شيفت هنا في شيفت هنا. طيب تعالى نجيب انفرس لابلاس لحاجه ثانيه، لواحد على اس تربيع زائد 16 في اي اس سالب 14 اس، واحد على اس تربيع زائد 16 هات لها انفرس لابلاس لوحديها. حلو جدا، تعالى نجيب لها دي مين؟ كان المفروض كان هنا يبقى في 4، فضربت في ربع و4، الربع مرمي بره، دي كده لابلاس للساين، لابلاس للساين، هات بقى الاس كده، هات الاس كده، يبقى دي معناها ساين 4 افتح كوس تي ناقص الشيفت تي ناقص 14، نفس الشيفت معايا اتش تي ناقص 14. اتفقنا كده يا شباب؟ حلو جدا.
طيب تعال نشوف انفرس لابلاس لدي. انفرس لابلاس لواحد على اس اس 10 اي اس سالب اس اس اي اس سالب 6 اس. هاخد دي لوحدها اجيب لها انفرس لابلاس. انفرس لابلاس دي بتي اس 9 على فاكتوريال 9، حط الشيفت، بس انا هنا الشيفت بمقدار سالب 6، يبقى دي عباره عن تي ناقص 6 لكل اس 9 على فاكتوريال 9 في اتش تي ناقص ايه؟ في اتش تي ناقص 6. في اتش تي ناقص كام؟ ناقص 6. اتفقنا كده يا شباب؟ ماشي؟ اتفقنا كده؟